يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طيب هنبدأ مع حضراتكم كده الحلقة زي ما احنا متعودين بموضوع كل حلقة بيكون مختلف. موضوعنا الحقيقة النهاردة يعني الآراء اختلفت حوله، الجواز عن حب أفضل ولا الجواز التقليدي أو زي ما بيطلق عليه جواز الصالونات. الحقيقة الموضوع ده يعني في آراء كتير قوي، ناس تقول لا جواز الحب طبعا هو الأفضل وهو الجواز الأسلم عشان تنشأ علاقة جميلة وعلاقة أسرية لطيفة عشان الأولاد كمان تتربى في جو أسري مليء بالحب. في ناس تانية تقول لا الجواز التقليدي أو جواز الصالونات أحسن لأنه جواز مبني على العقل ومبني على الحسابات العقلانية اللي بتؤدي لدوام واستقرار الأسرة. طيب هل ده أحسن أو ده أحسن؟ الحقيقة أنه مفيش قاعدة، الموضوع ده ملوش قاعدة، كل كمان يعني كل علاقة أو كل بيت ليه ظروفه وليه حيثياته وليه مبادئه، كل شخص ليه شخصيته، ليه القياسات اللي بيقيس عليها الحاجات اللي عايزها عشان إن هو يفكر في شريك حياته. احنا بنتكلم على الجواز الحقيقة يمكن هي علاقة واحنا داخلينها كده لازم نبقى عارفين ان احنا داخلين في يعني رباط غليظ ووثيق، لازم نبقى فاهمين ان كان بقى عن حب او ان كان زواج تقليدي، لازم نبقى فاهمين يعني ايه اصلا جواز، يعني ايه علاقة أسرية، يعني ايه بنبني بيت. ده كده خلينا نقول ده ايه الاساس اللي لازم نفكر فيه قبل ما نفكر هو الجواز عن حب افضل ولا جواز التقليدي احسن. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ اعتقد بما اني لسه بخط شهادة تجربة ولكن خليني يعني اشارككم رايي انه الاثنين العقل والقلب لازم يكونوا مع بعض. مين قال ان العقل والقلب بيختلفوا؟ بالعكس احيانا العقل والقلب بيتفقوا كويس جدا، وده بيبقى افضل حال الحقيقة. مش شرط ان انا عشان اكون بحب شخص ان انا اتنازل عن العيوب، كلنا فينا عيوب، مفيش حد فينا مفيهوش عيوب، لكن لازم نعرف نختار زي ما احنا بنختار المميزات وبنقول عايزين شريك الحياة يكون في واحد اتنين تلاتة، لازم كمان نبقى عارفين من خلال شخصياتنا احنا ايه العيوب اللي احنا بنختارها، ايه العيوب اللي احنا نقدر نتعايش معاها، ايه العيوب اللي ما نقدرش نتعايش معاها ونتعامل معاها. في واحدة ممكن تقول مثلا انا ممكن اتحمل الرجل العصبي والغيور لكن لا أتحمل مثلا الرجل البخيل. في واحدة ممكن تقول لا أحتمل الرجل الحريص لكن ما أحتملش مثلا رجل عصبي. في حد ممكن تقول أنا ممكن أتحمل رجل طموح ومشغول طول الوقت في الشغل بس كريم. في واحدة تقول لا ممكن يكون حريص شوية بس يكون معايا في البيت. ناحية التانية في رجل ممكن يقول شكلها، أسرتها، مستواها المادي، لا مستواها الفكري، لا مستواها الاجتماعي. حسب كل واحد لازم يختار كويس قوي هو عايز ايه وما يقدرش يتعايش مع ايه او ايه العيوب اللي ما يقدرش يتعايش معها. فبالتالي نشوف بعد كده بقى موضوع القبول مبدئيا، ثم يجي بعد كده موضوع الحب. حقيقة الدراسات العلمية اثبتت، الدراسات المتعلقة بعلم النفس اثبتت ان فكرة الحب والتعلق الشديدين دول علميا ان هي بتستمر فقط لمدة أقصاها 3 سنين فقط، الباقي بيبقى مودة، عشرة، تعود، خلاص. وفي حد تاني يقول لا أنا ما أقدرش أدخل التجربة دي من غير ما أكون بحب الشخص اللي قدامي جدا، وبعد كده تيجي بقى الأمثال بتاعت براية الحب عمياء وما إلى ذلك. فبمنتهى البساطة لما نحب حد، على فكرة في أي علاقة مش شرط علاقة الزواج، لازم نبقى عارفين الشخص اللي قدامنا، شايفينه بعين يعني عين العقل معاها القلب عشان نعرف نحدد الشخص ده هنقدر نكمل معاه مشوار الحياة ولا لأ. لازم الاتنين يبقى فيه موازنة وفيه موائمة ما بين العقل والقلب، ما ينفعش حاجة عقلانية بحتة وما ينفعش حاجة بالقلب بشكل بحت وبشكل كامل وما فيش فيه أي تفكير حتى العقل إن أنا هقدر أستحمل ولا لأ. دي حياة، احنا بنختار عيلة تانية، يعني اسرتنا الاسرة اللي احنا عايشين معها دي اسرة ما اخترناهاش واحنا ضامنين ان هم بيحبونا بدون اي شروط، لكن الاسرة او الشخص اللي انا ببني معاه اسرة جديدة اولا
انا ببني عيله جديده، ما ينفعش ابقى داخله على اساس انه سواء رجل او سيده، يعني ما ينفعش ادخل على اساس انه والله لو ما عجبنيش الموضوع همشي. اعتقد دي نسبه كبيره او سبب كبير جدا من اسباب زياده نسبه الطلاق. لا، احنا داخلين على اساس انه ان شاء الله ربنا يكرمنا، اكيد هنقابل مشاكل بس هنتحملها مع بعض وهنتجاوز عنها مع بعض. لازم نبقى ده الروح اللي احنا داخلين بيها. ثانيا، هيبقى في اولاد وفي اطفال، الاطفال دي هنأثر فيهم بشكل كبير جدا. تأثير ده مش هيتوقف عندهم، هيشمل كمان اللي حواليهم وهم كمان هيكبروا ويبنوا اسر تانية. فلازم يكونوا متربيين تربيه سليمه وناشئين في بيت يعني متوازن عشان اقدر اطلع اشخاص سويه نفسيا، تعرف تتعامل مع البني ادمين، تعرف تفهم وتعاير الصح والغلط، ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش. فاعتقد انه الموضوع مش موضوع زواج عن حب او زواج تقليدي، ولكن هي لازم مواءمه وموازنه الحقيقه. على اي حال، هعيد لحضراتكم السؤال مره تانيه، انتوا بتفضلوا ايه اكتر؟ وجهه نظركم ايه؟ الزواج عن حب افضل ولا زواج التقليدي او زواج الصالونات؟ وقولوا لنا كمان ليه، قولوا لنا تجربتكم، لو لسه ما جربتوش انتوا شايفين ايه. على اي حال، يعني هي روشتة موجوده ربنا قال لنا عليها، الموده والرحمه، ونبقى سكينه لبعض، وكل شخص يقدر يوفر للي قدامه السلام النفسي والراحه النفسيه والثقه والالفه عشان نقدر نكمل مع بعض. بلاش نقف على الوحده لبعض، ايا كان نوع الزواج اللي انتوا بتفضلوه. انا ده رايي المتواضع. على اي حال، مستنيه راي حضراتكم، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.